نفسك في ايه؟ انا نفسي يا فندم اسعد ابويا وامي واخواتي وربنا يوفقنا كده ان شاء الله. انت كم اخ واخت؟ انا معايا 5 يا فندم، انا الخامس يعني. انت ايه الاصغر؟ اصغر واحد. انت الصغنن؟ هاي يا فندم. كلهم متجوزين ولا مش متجوزين؟ لا يا فندم لسه في لسه. 2. البنات متجوزين يا فندم، بس الصبيان لسه. انتوا صغيرين شكلكم، يا يعني لسه فندم. بابا وماما اصلا صغيرين. يا فندم. وانت ايه؟ وانا عندي 5 اخوات برضه، برضه؟ ماليش غير اختي بس المتجوزه واللي اخ اكبر مني بسنتين. ونفسك في ايه محمود؟ انا نفسي والله البلد تتحدد لعلها، وان شاء الله نشتغل عشان خلاص كده المظاهرات واهمال البلد عمرها ما هتتقدم لقدام، كل شويه ترجع لورا بسبب المظاهرات واللي خرب في المنشآت العامه والحكوميه. لما تخلصوا الفتره هتعمل ايه؟ فتره التجنيد انت هتعمل ايه؟ انا شغال في السيراميك يا فندم، في ايه؟ مبلط سيراميك يا فندم. مبلط سيراميك، مهنه جميله. ها يا فندم. وانا شغال في المعمار. في المعمار، برافو. فترجع كل واحد يعني حافظ هيرجع على حاجته. عارف حاجته بعد ما يخلص الخدمه بتاعته. خاطب متجوز؟ لا يا فندم. لسه؟ لا لسه. ولا بتحب؟ لسه يا فندم. يا اختي. وانت؟ لا وانا برضه. انت ايه ما بتحبش؟ لا لسه، ولا خاطب ولا متجوز. يا اختي على الخدود اللي احمرت يا اخويا، ايه ده؟ انتوا حاجه غريبه. طب لما تخطب، ولما تخطب هتعزموني؟ ان شاء الله يا فندم. انت تنوري وتشرفي يا فندم. ده انتوا اللي نورتوا. لا والله انت تنوري وتشرفي. عاوز اضيف حاجه يا فندم برضه. احنا كلنا لما بنروح البلاغ، سواء ضابط فرد امين شرطه، كلنا يا فندم بنشتغل ايد واحده، كلنا زي واحد، منظومه واحده. يعني ما فيش دي يعني ضابط بيقعد على كرسي، لا ما بتحصلش ابدا يا فندم. كلنا بنشتغل منظومه واحده، سواء ضابط او عسكري. اللي هو معانا برضه يا فندم بيشتغل معانا في البلاغ، ما بيسيبناش ابدا. احنا الوكيل بتاعنا في اخر مره في بلاغ الانقاذ ده اغمى عليه من كتر الشغل، من كتر التعب. يعني راح جاي اغمى عليه ودخلوه عربيه الاسعاف، الوكيل الاداره العامه للاطفاء والانقاذ، والمدير بتاعنا جمال بيت طاروتي، ناس شغاله. يعني انا بقول لك يا ابني احنا كلنا واحد، وما بننزل في اثناء البلاغ كله بيشتغل. ما هو اصل انتوا كلكم في حته واحده. ما فيهاش دي. ايوه دي اسمها رتبه لواء ودي رتبه عسكري. ما فيهاش رتب ولا مع بعض، مش حد درء خطر وخلاص. ده خطر، فاحنا بنحاول. الناس بتهرب من النار يا فندم، واحنا بنخش نواجه النار. ربنا يا ابني يحميكم يا رب. الله يخليكم ويخلص لكم المده على خير، وكتر خيركم على كل اللي عملتوه واللي بتعملوه، وربنا يحميكم ويعمل لكم مستقبل كويس ان شاء الله.